سورة آل عمران. وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا ولضوان يضمم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفرا والميتة الخف خولا وميتا لذا الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة لولا وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشركم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفضلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم علا ولا ألف فيها أنتم زكاجنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاكيه عولا وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا وفيما هنا قال منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبلك من جلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مد كائن كسر همزته ذلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى أنث شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا بما تعملون الغيب شايع دخللا ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفص هنا اجتلا وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والآخر كملا دراكي وقد قالا في الأنعام قتلوا وبالخلف غيبا تحسبن له ولا وأن نكسروا رفقا ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا وأن نكسروا رفقا ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما تعملون الغيب حق وذو ملا يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا معيا نقول فيكملا وبالزبور الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفا حق غيب تكتمون تبينن لا تحسبن الغيب كيف سمعتلا وحقا بضم البا فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا
هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون الشمردلا ويا آتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملا.